بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا مجموعة من الأحاديث كبيرة جدا، عشرات الآلاف، كلها فيها خير، فيها رحمة لنا. يعني معظمنا ربما معلومة بسيطة ونعلمها، معظمنا يعلمها، ولكن لا يدرك أسرارها وربما ينسى أن يعمل بها. النبي عليه الصلاة والسلام له حديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. وكلمة أكثر هنا لا يعني أنك تدعو كلمتين أو 10 كلمات، لا، أكثر أكثر. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد حتى تظن أمنا عائشة رضي الله عنها أو زوجاته رضي الله عنهم تظن أنه يعني عليه الصلاة والسلام فارق الحياة من كثرة إطالته للسجود وكثرة دعائه وهو ساجد. لذلك أحبتي في الله، يعني أحد أسباب استجابة الدعاء أن تدعو الله وأنت قريب جدا منه، والقرب من الله أقرب ما يكون وهو ساجد. هل تعلمون لماذا؟ لأن الله يحب من العبد التواضع، يحب منه الخشوع، يحب منه الخضوع له سبحانه وتعالى. فأكثر الوضعيات خضوعا لله هي السجود، عندما تكون جبهتك هذه التي يعني الوجه الإنسان هو أشرف شيء فيه، عندما يكون وجهه على الأرض خشوعا وخضوعا وتذللا لله عز وجل، فأنت في هذه الحالة قريب جدا من الله سبحانه وتعالى. لذلك أكثر من الدعاء. يعني الصلاة اليوم أيها الأحبة، أحدنا يصلي خلال دقيقتين أو 5 دقائق، طيب أعطي للسجود فترة على الأقل دقيقتين، لا أريد أن أقول لك أعطي ربع ساعة مثلا، يعني دقيقة إضافية أدعو الله بها. وأفضل الدعاء ما جاء في القرآن أيها الأحبة، أعلى أنواع الدعاء رقم 1 ما جاء في القرآن، رقم 2 ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 3 أدعو بما تشاء. ولكن كل الدعاء ستجده في كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام. أنا دائما أحب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جوامع ما يجمع لك الدنيا، خيري الدنيا والآخرة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هذا الدعاء يجمع لك خيري الدنيا والآخرة. في الدنيا تكسب الرزق والصحة والعافية والهداية. الهداية هنا اهدني لا تعني فقط اهدني إلى الصلاة والصيام والقرآن، لا، اهدني في عملي للعمل الصحيح، اهدني للرزق الصحيح، اهدني للتعامل الصحيح مع الآخرين. أنواع الهداية كثيرة جدا. فإذا ضمنت المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ إذن أحبتي في الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الدعاء أثناء السجود، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.